يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قد كتب أحد طلاب العلم في كتاب أسماه قصص لا تثبت، فذكر منها قصة قتل خالد القسري للجعد بن درهم، وأن هذولا مغرمين بالتكذيب، كل شيء كذب عندهم، كل شيء كذب عندهم. هذه مشهورة، القصة مشهورة في التواريخ والرواية، وابن القيم ذكرها في النونية، ويجي هذا ويشكه. حتى لو أنه ما قتل خالد القسري، هل خالد القسري على حق ولا على باطل؟ سبحان الله. نعم.